ما صدقتك عاصي. وغلاوتك كنت نايم عند واحد صاحبي، ما حسيت على حالي الا فقت وش الصباح. ماشي هلا مو وقتها، روح لعند عرفان وضلك معسكر ببيته، هذا ماله ساكت. انا بامرك. ما بدي اياك تفارقه بالمره، من هلا بلش، يلا روح روح. على عيني. على عيونك روح. اخذتي بالعبطه. هلا هيك بده صاحبه؟ هذا واحد طماع وبلا اصل خان، ونحن ما عاد بدنا البيت. شلون بقى؟ مثل ما سمعت، نحن بدنا نبيع هي الحجه. اخي ما بدنا وجعه هالراس وما بدنا نفوت بهالمعمعه. فروح شوفه قديه بيدفع وبعدين يصطفل يعمل اللي بيعمله. اي والله هذا الكلام مزبوط. اوه ما سمعتها شو قالت لها؟ هلا بيسكر وشو بيقول لك بتجي بتقلنا؟ ايه يلا السلام عليكم. الله معك. خذ معك الحجه. علينا. على عيونك اخذتي له علاقته. اختي ما بدنا وجع راس، لا من عرفان ولا نظمي ولا خالد. ولا الحكم دارية. صدقتي لجوزي؟ ما صدقته. تركته ليحكي لحاله، اصلا هلا ما حدا فاضي له. لينا بعرفان والمخونة رياض. شهيرة كل مشاويرها يا على السوق يا على الحمام يا على التكية، كرمال توزع للفقرة والمساكين. بعرف. مشان هيك اختي لازم تجي على الحارة وعلى بيتنا خص نص، والا ما بنقدر ناخذ منها شيء. عم تفهمي علي؟ لقيتها. شو هي اللي لقيتيها؟ بيت الحجة كريمة. شو بو؟ لك قولي على قامتك شو بدك، فت خبز. تمسحوا حارات الشام حارة حارة. حاضر سيدي حاضر. وانا من عندي من هون لازم تطلع دورية. يا كرم! اوراق سيدي. ناديلي ادهم مجهز دورية مسلحة. اوراق سيدي. تمر في سيدي. يلا بسرعة يلا. حاضر. ما بدي يفضح المستورة حرمته لنظمي، شو انه راحت لربا. لا هو ما بيعمل هيك، شو انه هي حرمته وشرفه وعرضه. ما بيعملها. أعوذ بالله. أعوذ بالله. بس مين بده يعملها معي؟ ولك شو بده مني؟ وأنا مثلك أنا مثلك كمان ضايج وضاي أخلاقي، ومالي عرفان كيف بدي جلس أموري، مالي عرفان شلون. أنا رح سافر برات الشغل. لشو السفر خالي؟ لك أمشي معي لأرحاتي، أمشي معي وإن شاء الله ما بتندم. يعني سافر؟ لا لا أنا ما بدي سافر، أعوذ بالله. إيه مثل ما بدك. ما رح تقولي لي وين كنتي شو كنتي عم تعملي؟ جبنا أختي، قلت لك كنت بمشوار. هتواخذينا. خليكي أنا بفتح. يلا جاية جاية. زارت البركة تقبريني. الله يسلمك يا رب، يسلم البيت. ما شاء الله ما شاء الله. ابنك ما؟ ايه هذا ابني. ايش اللي بتقبر قلبي شو حلو انقلتا. يخزي العين الله يخلي لك يا رب. الله يسلمك. اهلين ست وردة كيفك؟ اهلين زكية خانم، يا ميت اهلا وسهلا. هذا ابني اللي حكيت لك عنه امبارح. الله يسلم. الله يسلم. تسلمي. ذكريني شو كان يصير معه؟ لك صار عمره هالعمر وما نطق. يي مثل حمار. ايه بس بفيق بنص الليل بيصرخ بلعب كل اخواته وبيرجع بينام. يا على قامتي ان شاء الله. اختي ليكون هسا بصايبته عين؟ لا اختي مو عين، ما ظنيت. قل
قولوا اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الفلق، فضايا الله والنبي. شوف بسم الله معين بنوم اختي، يا الطاف الله، يا الطاف الله. تعا ابني، تعا حبيبي، تعا. بسم الله عليك، بسم الله عليك. دباره عندي زكية خانة. ايه الله يخليك. يا الطاف الله، فوتوا لجوا فوتوا. اختي بيسوى اسوي لكم كاسة شاي؟ زهورات اختي، ابرك. كركديه ولا زهورات؟ زهورات اختي، زهورات. ايه والله نسيت انه ما عنا. يا الطاف الله. دخيلك شوفوا اشربي مشان الله. الله ان شاء الله زكية خانة خير. خير وكي الله. بسم الله عليك يا حبيبي، بسم الله. خير شو بقول لك؟ يا الطاف الله. يا ست ابتهال اختي، روحي روحي افتحي لها، وانتوا فوتوا لهون لجوا. لا وين لجوا؟ على هيك الاوضه شبنا. يلا أهلين ابتهال خانو. تفضلي شرفي. الله يسلمك. وين أختك؟ شحة فوق عم تخلص لك الفستان. أيوة. فيكي تعملي فنجان قهوة؟ ايه على عيني بس على من المؤخرة. يلا روحي من وشي. يلا بلا حكي فاضي. يا شامية ابتهال خانو هون، نزلي لها الفستان. وينها شامية؟ من أنت صرختي لها؟ مو على أساس بتنزل؟ ما تقولي إلا نزلت يا خانو. أيوة عزيزة خالتك، ما قلت لكم تخبروها إنه بدي أحكي معه وبيشوفها؟ إيه لكن يا خانو هي جاية اليوم إن شاء الله. لا تكذبي. يو ليش لا كذب؟ ويمكن تحضر معنا العرس بإذن الله. آخر تعصي آخر تاش مطولين. طول بالك بالنيل، لا تروح تضيفي ما تطلعش معك. هذا الأبو ليش مسكرينه؟ ما لنا شغل فيه يا خانو، وعم بيطلع جردين.
على شو عم تدوري يا خانو؟ خلصي!